عقب السوالف هذه كلها أوحى الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم بالمنام وقال له: لا تخاف يا إبراهيم، أنا معه ورايح أدافع عنك وأحماك، وجزاك عندي رايح يكون كبير وكثير. يا الله يا رب، كل الخير اللي رايح تعطيني إياه ما هو رايح ينفعني، لأنك أنت ما أعطيتنا عيال وما عندي ولد يارث الخير اللي ودك تعطيني إياه، لأنه وكاد اللي رايح يارثن هو خادم من خدم بيتي، هو لعازر الدمشقي. وحال والله سبحانه وتعالى وقال له: لا يا إبراهيم، الخادم هذا ما هو رايح يارثك، هل رايح يتورثك، رايح يطلع من ظهرك. اطلع يا إبراهيم برا البيت وبحر للسماء وعد نجوم كان إنك تقدر، عيالك رايحين يكونون كثر هيج. وصدق سيدنا إبراهيم بهالحكي وما شك بكلام الله. سبحان ربي مبدع الليل والنور، والمعتلي عرشه بقوة عجيبة، كان النبي إبراهيم بالطيف مذعور، والروح للرحمن هي مستجيبة، وحاله ربه يترك الدار في أور، وساره تسير معاه زوجة وحبيبة، اللي رجى الرحمن يا ربع منصور، واللي يريد يسير بس هو يجيبه. طبعا النبي إبراهيم ما يخلف الشور، وعد نجوم اعطاه ربه نصيبه، مشكور يا رحمن محمود مشكور، ان يسألك مظلوم يدك قريبه. وسيدنا إبراهيم يعرف حاله زي وشلون صار رجل كبير بالعمر، وشلون امرته ما تجيب عياه. فوق الشيء هذا كله هو موقن إن الله يقدر على كل شيء، والشيء هذا أعطاه قوة كبيرة وخلاه يحمد رب العباد دائما. والله سبحانه وتعالى ظل راضي عنه وتقبله على أساس إيمانه